يقول الخبر: بشار الأسد سيشارك في القمة العربية في البحرين من دون أن تكون له كلمة، وستقتصر مشاركته على اللقاءات الجانبية، علما أن رئاسة القمة خصصت مدة لا تتجاوز 3 دقائق لكل رئيس عربي للتحدث في هذه القمة التي ستنعقد يوم الخميس. هلأ هيك ما عدتوا تتحملوها ال3 دقائق يعرف فيهم هالكم تعريف؟ إذا أردت أن تعرف كذا فلا بد أن نعرف كذا. بعدين قيس سعيد يعني علاك أكتر منه، ولا ليكون جايبينه لحتى يصفق لكم بعد ما تخلصوا كلام؟ يعيب الشوم بس. وبهالمناسبة أنا عندي رسالتين. الرسالة الأولى هي للمؤيدين، يعني إذا بدكم تبرروا هالتجربة اللطيفة اللي عم يعيشها السيد الرئيس، ففي عنا تعليق وضاح عبد ربه وهو رئيس تحرير صحيفة الوطن، اللي بيقول: أساساً بهيك قمم الصمت أفضل من الكلام، وال3 دقائق هدول للسلام عليكم ولشكر البحرين على حسن الضيافة. الأهم ما رح يكون في الكواليس وفي محاولة لإعادة إحياء العمل العربي، وهذا أقل شيء ممكن ينعمل لنصرة فلسطين. أما الرسالة الثانية فهي لأصدقائنا في البحرين، يعني أنتوا عزمتوا هذا الرجال وقلتوا له ما رح تحكي وقال بده يجي، ما سألتوا حالكم ليش رح يجي؟ ليكون جايب معه شحنة كبتاجون؟ تحذير بس.